ما عندهمش بزاف من اللي يعلنوا على سلسلة الريدمي نوت 11 ولا الريدمي نوت 11. وكما على بالنا شاومي تحقق مبيعات في سلاسل نوت نتاعها، تحقق مبيعات كبيرة تقريبا من الريدمي نوت 7، وهي تحقق في مبيعات كبيرة في سلاسل نوت نتاعها. المهم خاوتي، اليوم جبت لكم هاتف الريدمي نوت 11S ولا الريدمي نوت 11S، راح نديروا له مراجعة شاملة في هذا الفيديو هكذا باش تعرفوا اسكو يستحق الشراء ولا لا لا. راح نحكوا على العيوب، المميزات، الاداء تاعو، راح يعني خاوتي نحكيو فيه كلش من الاخر بالتدقيق نحكيو فيه كلش. وقبل ما نبداو ما تنساوش دعموا اخوكم يعقوب بلي لايك في هذا الفيديو خاوتي، اطغاو على زر اللايك هكذا باش تحفزوني ونواصل في نشر هذا المحتوى ونحاول نطور من هذا المحتوى اكثر واكثر باذن الله. ماكم خاسرين والو خاوتي، ادعموني بلي لايك وانا نتهلا فيكم بالفيديوهات، ما نطولش عليكم فلنبدا على بركه الله. نبداو مباشرة مع التصميم. النوت 11S يجينا بخامة من البلاستيك بجودة لاباس بها، بحيث يجينا بتصميم هو نفسه تصميم الريدمي نوت 11. خاوتي راني نقول في التصميم ماشي حاجة واحدة أخرى، مع اختلاف بسيط في الكاميرا الأساسية للهاتف، بحيث في النوت 11S تجينا بارزة مقارنة بالكاميرات الأخرى. المهم تقدر تقول تقريبي لتصميم الآيفون، بحيث يجيب حواف مسطحة ويعطيك حكمة فور خلاص، بصح لهنا في الجوانب كي تمس فيها تلقى انحناء خفيف، يعني ما راهش مسطح بشكل كامل. وبالنسبه للظهر تاع الهاتف طبعا يجينا من البلاستيك ذو جوده عاليه، وكي تمس فيه تلقى حرش، وهذا الشيء عجبني لانه ما يخليش لطراس تاع البصمات تاعك في الظهر تاع الهاتف. نجو الان لتصميم الكاميرات، كما راكم تشوفوا تجي على شكل مستطيل افقيا اعلى الهاتف، وهنا الاختلاف بين النوت 11 والنوت 11S. نلقاو الكاميرا الأساسية بارزة على ظهر الهاتف وبارزة حتى على الكاميرات الأخرى. ونعطيكم نصيحة خوتي، حطوا لونتي شوك اللي يعطوكم مع هذا الهاتف في البواطة، بويسك تجي عندها زيادة من فوق، يعني مع الكاميرا تجي عندها زيادة هكذا باش كي تحط الهاتف تاعك على الطاولة ولا ما تتخبش الكاميرا وتقعد لك يعني مكوفرية مليحة. وأنا نفضل خوتي ديما نحط هذوك لونتي شوك اللي يغلقوا على الكاميرا. نحب نشريه من موقع الإكسبرس، إذا ما لقيتهمش لهنا في الجزائر تقدر تشريه من موقع الاكسبرس، شغل يغلقوا على الكاميرا باش تغلق الكاميرا ما تتوشاش خلاص. لكن لونتي شوك اللي يعطونا معاه ثاني راح تفيدك بزاف باش كيتحطوا على الطاوله ما توشيش الكاميرا في الطاوله. وزيد خاوتي هاد الكاميرات اللي يجوا خارجين هكذا ما داروهاش على اجل جمال الهاتف ولا، اغلب الكاميرات 108 ميجا بيكسل يجوا خارجين بهذا الشكل، يعني الكاميرا الاساسيه تجي خارجه في 108 ميجا بيكسل. وانا الصراحه افضل لون عجبني هو هذا اللون الازرق اللي يمد واحد البريق، يزيد بزاف من جمال التصميم هذا. وزيد في هذا اللون لقيت انه ما يخليش البصمات، بالعكس مع اللون الازرق اللي ممكن تبان البصمات بشكل خفيف وماشي واضح بزاف طبعا. ويجيب مدخل شحن تايب سي اسفل الهاتف مع سماعات ستيريو، وحده في الاعلى وحده في الاسفل. اللي ما على بالوش واش هادو سماعات ستيريو، يعني بفضلهم كي تكون تسمع في الموسيقى ولا ما تعرفش من وين راه جاي الصوت. وزيد مثلا تتفرج في فيلم، الاصوات اللي يجوك من اليمين تسمعهم من اليمين، والاصوات اللي يجو في الفيلم من اليسار تسمعهم من اليسار. ويجيب مدخل سماعات في الجهه العلويه، بالاضافه للاي ار اللي شاومي ما تستغناش عليه، اللي يساعدنا باش نتحكموا في الاجهزه المنزليه، بالاضافه الى ان الهاتف يجي مقاوم لرداد الماء والغبار بمعيار IP53، بلا ما ننساو زر البصمه اللي يجي مدمج مع زر التشغيل. المهم عموما تصميم ممتاز ومقبول جدا. نجو الان للشاشه اللي يجينا بشاشه قويه نفسها اللي في الريدمي نوت 11، اللي تجي على شكل الثقب ومن نوع اموليد بحجم 6.43 انش بدقه الفول اتش دي بلس وبتردد 90 هرتز. خوتي كي تشعل الهاتف اول مره كي تشريه تلقاه على وضع 60، طبعا كي تكون تلعب في الالعاب ولا تحطه على 90 باش تحس بسلاسه كبيره. وننصحكم خوتي كي ما تحتاجوش هذا الوضع من الافضل ما تفعلوهش، خلوه في 60 هكذا تحافظوا على مده اكبر للبطاريه. والحاجه اللي راح يلاحظها اي شخص كي يهز الهاتف هذا هي اضاءه الشاشه اللي قويه بزاف، كي نقول لكم خاوتي قويه بكل معنى الكلمه، توصل حتى لل 1000 نيت، يعني خاوتي ما متخدم بالهاتف تحت اشعه الشمس وما رايحش تلقى معاه ولا مشكل. بالاضافه لطبقه حمايه غوريلا جلاس 3، الالوان تاع الشاشه تحسها مشبعه بشكل دقيق ومضروسة مليح، يعني كي تكون تخدم به تستمتع بالالوان هذه.
وصلنا للحاجة المهمة اللي بزاف ناس راهم يستناو فيا نحكي عليها، اللي هي المعالج اللي جانا به هاد الهاتف. جانا بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 96 80 نواه بدقة تصنيع 12 نانومتر. خاوتي سمعوا هاد الهضرة مليح، هاد المعالج الهيليو جي 96 اضعف شويه من المعالج اللي جانا في الرادمي نوت ديس اس، نعم ضعيف عليه شويه. واستناو للاخر خاوتي، كملوا معايا الفيديو للاخر باش تفهموني مليح، هكذا ما تهزوش معلومه خاطئه ولا ناقصه ولا تهزوا مقارنه خاطئه. صبروا خاوتي باش نفهمكم مليح مليح واش كاين في هذه النقطه. مع ان هذا الهاتف خاوتي راح يدخل للاسواق الجزائريه ممكن بسعر 4 ملايين ونص او اكثر، يعني معالج اضعف من الرادمي نوت ديس اس، ضعيف عليه شويه، بحيث في الجي 96 تلقاه اخف وسلس ومستقر اكثر في التنقل بين التطبيقات، ويعطيك تجربه ممتازه في التنقل بين التطبيقات. والجي 95 تلقاه يتفوق عليه في الالعاب، بحيث نعطيه مثال بلعبه البابجي موبايل في النوت 11 اس وتحديدا مع معالج الجي 96 توصل حتى 40 اف بي اس، يعني تلقاها مستقره في حدود 40 اف بي اس. اما في معالج الجي 95 توصل حتى 60 اف بي اس. بصح كمل معي الفيديو باش تفهم اكثر، هكذا باش ما تقولوش خوكم يعقوب ما قال لكمش هاد النقطه. كاين عده اسباب اللي خلات شاومي تحط المعالج هذا في هاد الهاتف الجديد. نظن ان من الاسباب الرئيسيه اللي خلات شاومي تستعمل هاد المعالج هي غلاء القطع في العالم كامل، بحيث في الفتره الاخيره ولا خلينا نقولوا في العام الجديد التهبت الاسعار وخصوصا الركاكات. بصح ماشي كي قلت لكم اضعف شويه بانت لكم نحقروه، لا لا خوتي، حتى الجي 96 موجه للالعاب. واش خممت شاومي كي حطت لنا الهيليو جي 96 في الرادمي نوت 11 اس؟ راح نعطيكم مثال خاوتي، في هاتف الرادمي نوت 10 اس حطت لنا الهيليو جي 95 اللي كما قلت لكم تفوق على الجي 96. في الرادمي نوت 10 اس يطلع الفريم في البابجي حتى ل 60 فريم في البابجي، وكي يصرى ضغط كبير على المعالج خاوتي في بابجي وزيد 60 فريم خاوتي يصرى ضغط كبير. اولا استهلاك البطاريه راح يكون كبير بزاف وسريع، وثانيا حراره الهاتف راح ترتفع بشكل كبير لانه صرى ضغط في الهاتف. اما في الريدمي نوت 11 اس خاوتي يتعطيك 40 فريم فقط في بابجي، ما راحش يصرى ضغط كبير على هذا المعالج، وما راحش تحس لا بالحرارة ولا باستهلاك البطارية بشكل سريع، راح يكون كلش مريقل خاوتي وكلش متوازن، يعني اعطتنا هاتف متوازن من كل النواحي. هذه هي يعني الفكرة ولا الاستنتاج اللي استنتجوا اخوكم يعقوب. ويجينا بواجهة ميو اي 13، مع ان الهاتف مازال في الواجهة اللي قبلها لكن راهي جاية تحديثات ويتريقل كلش. والنسخ اللي يجينا بها هذا الهاتف يجينا بنسخة 6 فرام 64 في التخزين، وكاين تاع 628 وكاين 8128. الان ننتقلوا للحاجة اللي راهم يستناو فيها ايضا فئة كبيرة من الناس، اللي هي الكاميرات. من الاخر من افضل الكاميرات اللي جربتهم في هذا السعر، بحيث يجيب كاميرا اساسية 108 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f1.9 نفسها اللي في الرادمي نوت 10 برو ولا نوت 10 برو، مع ان النوت 10 برو مازال غالي عليه. والكاميرا الثانيه الالترا وايد الخاصه بالتصوير الواسع تجي 8 ميجا بيكسل وبفتحه f2.2، والكاميرا الثالثه تاع الماكرو تجي 2 ميجا بيكسل وبفتحه f2.4، والكاميرا الرابعه تاع العزل تجي 2 ميجا بيكسل وبفتحه f2.4. الصراحه من افضل الكاميرا اللي جربتهم في هذا السعر، وحتى ان الكاميرا تاع هذا الهاتف ممكن تتفوق على عده كاميرات تاع هواتف اغلى منه في السعر. اولا الالوان تاع الالوان شابه بزاف ومتاكد تعجبكم، وثانيا لاحظت ان العزل تاع الكاميرا هذه فور بزاف ودقيق. خاوتي نخليكم مع صور صورتهم بهاد الكاميرا، استمتعوا بهم ونكملوا. والكاميرا الاماميه تجينا 16 ميجا بيكسل، تقد منا فوتو وات شابين بزاف، طبعا من افضل الكاميرات ايضا اللي جربتهم في هذا السعر. وهذه بعض الصور اللي صورتهم بالكاميرا الاماميه. لكن الشيء المؤسف في هذا الهاتف ما يدعمش تصوير الفيديو بجودة 4K، مع اننا قادرين نلقاو هاتف اقل منه في السعر
ويدعم الفوركي في الفيديو هذا الهاتف بسعر 4.5 ملايين او اكثر وما يدعمش الفوركي، وهذا بسبب معالج الرسوميات اللي جانا به اللي ما يدعمش الفوركي. لكن عموما تبقى تجربتي مع الكاميرا تاع هذا الهاتف تجربه ممتازه. كما راكم تشوفوا خاوتي هذا الفيديو راني نصور فيه بالنوت 11 اس، كما راكم تشوفوا السعر المتوقع اللي يدخل به هذا الهاتف للاسواق الجزائريه في حدود 4.5 ملايين او اكثر، يعني هذا هو السعر اللي يتوقع اخوكم يعقوب. الان نلخص لكم اهم المميزات والعيوب اللي جانا بها هذا الهاتف. نبداو مع المميزات. اول حاجه اللي هي البطاريه، يجينا بطاريه ضخمه مع شحن سريع، هذه نقطه ايجابيه للهاتف. ثاني حاجه اللي هي الشاشه، يجينا بشاشه اموليد تحديث شاشه عالي 90 هرتز وزيد فول اتش دي بلس، ما عندك ما تزيد تخير على هذه الشاشه. وثالث حاجه اللي هو المعالج، يقدم لنا اداء جد مقبول في الالعاب. ورابع حاجه اللي هي الكاميرا، عطاتنا اداء بزاف مليح وعطاتني تجربه ممتازه في هذا الهاتف. نروح الان للعيوب. خاوتي عندي عيبين رئيسيين، الاول اللي هو بروز الكاميرا الرئيسيه، يعني بارزه بشكل كبير، يعني ما لازمش تنحي لونتي شوك باش ما تخبش الكاميرا. والعيب الثاني اللي هو تصوير الفيديو بجوده الفوركي ما فيهش خاوتي، وهذا العيب الثاني. يعني هذا عموما وجهنا في هذا الهاتف. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، بقى لي غير نقول لكم تلاقوا في فيديو جديد. سلام.